بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. حياكم الله إخواني وأخواتي في تكملة لشرح مهارات كتاب من هنا نبدأ القدرات، الإصدار المحدث رقم 6. الآن مع نظرية فيثاغورس. بحب أؤكد أن كتاب من هنا نبدأ القدرات، هذا الكتاب الأزرق في الأحمر، هذا المستوى التأسيسي الخاص بالأساسيات والمهارات والاستراتيجيات، والكتاب الجديد من هنا نبدأ القدرات المستوى المتقدم رقم 6 الذي يحوي لأهم المسائل والتمارين من تجميعات 1440 وتجميعات المحوسب 65 نموذج والمحوسب 85 نموذج، به أكثر من 5000 تمرين ومثال محلول وأكثر من 2000 سؤال من أسئلة القطع المشهورة في مهارة استيعاب المقروء. انتوا عارفين طبعا نظرية فيثاغورس من النظريات المهمة اللي بتطبق على مثلث قائم الزاوية. نظرية فيثاغورس لا تطبق إلا على مثلث في زاوية قائمة 90 درجة. بيقول هنا: مربع طول الوتر يساوي مجموع مربعي طولي ضلعي القائمة. يعني أنا عندي هنا مثلث سميته ألف باء جيم أو سميت A و B و C، ما تفرقش، إن الوتر تربيع اللي هنا جيم تربيع بيساوي الضلع الاول تربيع زائد الضلع الثاني تربيع. طب بالحروف الانجليزية لو اعتبرت الوتر هو سي، فان سي سكوير هيساوي اي سكوير زائد بي سكوير. سي تربيع هتساوي اي تربيع زائد بي تربيع. لكن انا بحب ادرس نظرية فيثاغورس باستخدام ثلاثيات فيثاغورس. عندنا مثلث فيثاغورس المشهور واهم مثلث، هو المثلث اللي اضلاعه ضلع القيمة 3 وضلع القيمة 4 والوتر يكون 5. نخلي بالنا 3 و4 و5 بيعطينا مثلث قائم الزاوية، ولو ضربت في 2 صح يعني يدينا مثلث قائم الزاوية أضلاعه 6 و8 و10، ولو ضربت في 3 برضو صح و4 وهكذا. أشهر مثلثين 3 4 5، وضرب 2 اللي بيعطينا 6 8 10. في مثلث آخر هام جدا من ثلاثيات فيثاغورس لازم نحفظه، أما يكون أحد الأضلاع القائمة 5 وضلع القائمة الثاني 12 5 12، يكون الوتر على طول 13، ما في داعي الإثبات على طول. أول ما الاقي هنا ضلع طوله 5 مثلث قائم الزاوية وضلع طوله 12 لازم الوتر يكون كام؟ لازم الوتر يكون 13. نطبق مع بعض في هذا السؤال الهام. بيقول: إذا كان الشكل معينا طول ضلعه 10 وطول أحد قطريه 12، أوجد طول القطر الآخر. طبعا هنا محدد على كلمة معين، من صفات المعين أن جميع الأضلاع متطابقة والقطران متعامدان وينصف كل منهما الآخر. يعني الزاوية هنا 90 درجة، إذا كان طول الضلع 10 فأي ضلع من دول 10، إذا كان طول أحد القطرين 12 ممكن أختار ده مثلا 12 أقسمه هنا 6 وهنا 6. شايفين أي مثلث؟ لو خدنا المثلث ده 6 و10 لازم الضلع ده يكون كام؟ كلام صحيح 8، لأن 6 و8 و10 من مثلثات فيثاغورس المشهورة. إذا كان نصف القطر الثاني 8 فالنصف الآخر يكون 8، أجمع النصفين 8 و8 يعطينا 16، يبقى طول القطر الآخر هيساوي 16 وأختار دال. نقف الفيديو لحل هذا السؤال الثاني السهل. يقول هنا: في الشكل المجاور أوجد قيمة سين، معطينا هنا مثلث قائم الزاوية وهنا 5 وهنا 12 ومثلث آخر هنا 5 وطالب مني قيمة السين. بطريقة سهلة أطبق ثلاثيات فيثاغورس في المثلث الأول 5 12، يبقى الوتر 13، وأطبق تاني في المثلث الثاني اللي هو ده جهة اليسار، لو ضلع القيمة 5 والوتر كان 13 يبقى قيمة سين كام؟ قيمة سين 12، وبكده أختار باء. ننتقل إلى سؤال آخر من أسئلة المقارنة. بيقول: قارن بين مساحتي المثلثين التاليين. هنا مثلث أضلاعه 5 5 و8 والمثلث الثاني 5 5 6. تعرفين طبعا قانون مساحة المثلث اللي هو نصف القاعدة ضرب الارتفاع، يعني نصف الهايت ضرب ايه؟ ضرب البيس. تعال نجيب مساحة المثلث الأول، القاعدة هنا كام؟ القاعدة هنا 8 والارتفاع مش موجود، فلازم هنا أسقط الارتفاع هكذا. من صفات المثلث المتطابق الضلعين ده الارتفاع اللي نازل ده والعمود النازل ينصف القاعدة، يعني يخلي هنا 4 وهنا 4. أطبق ثلاثيات فيثاغورس، هنا 4 وهنا 5 لازم هنا يطلع كام؟ 3. بنفس الطريقة أجيب الارتفاع، أنزل من هنا عمود في المثلث المتطابق الضلعين ده، العمود ده ينصف القاعدة، يبقى هنا 3 وهنا 3، 3 5 يبقى الضلع ده كام؟
4 اجيب مساحة المثلث الاول نصف القاعدة، القاعدة كلها 8 ضرب الارتفاع 3، نصف الثمانية 4، 4 في 3 يعطينا 12 وحدة مربعة. الثاني نصف القاعدة كلها 6 والارتفاع 4، نصف الستة 3، 3 في 4 يعطينا 12 وحدة مربعة. القيمة الأولى 12 والقيمة الثانية 12، القيمتان متساويتان وأختار جيم. مع هذا السؤال الهام جدا في كل التجميعات المحاوسة ب 65 والمحاوسة ب 85 نموذج، وقول في الشكل المجاور أوجد طول الضلع الثالث في المثلث. معطينا هنا دائرة ومعطينا هنا قطر، القطر طوله 13 وأحد الأضلاع هنا 12، طالب مني الضلع الثالث اللي هو ده. أخذنا في أول ثانوي إن هذه الزاوية محيطية في نصف دائرة لازم يكون قياسها 90 درجة، وباستخدام ثلاثيات فيثاغورس إذا كان هنا 12 وهنا 13 لازم الضلع ده 5، 5 12 13، إذا طول الضلع الثالث هيساوي 5 وأختار ألف. نفس الفكرة في السؤال الخامس بس طالب هنا مني محيط الدائرة. عارفين طبعا قانون محيط الدائرة، إما أقول 2 طا في نصف القطر، عارفين طبعا طا اللي هي الباي، أو في قانون ثاني القطر كاملا ضرب إيه؟ ضرب طا ضرب باي، أخذناها في المناهج المطورة اللي هو 2 باي آر أو الدي القطر كامل ضرب باي. نخلي بالنا هنا قطر وهنا 12 وهنا 5 والزاوية هذه محيطية في نصف دائرة يعني قائمة، أقدر هنا أطبق ثلاثيات فيثاغورس، 5 12 يبقى إذن القطر يطلع 13. عند القطر يبقى إذن محيط الدائرة أطبق القطر أحسن اللي هو قاف القطر كامل ضرب الباي ضرب الطاء، القطر 13 يطلع 13 طاء وأختار دال. مع هذا السؤال الهام جدا سؤال قوي، وفي الشكل المجاور أوجد طول ألف هاء، طالب مني ألف هاء اللي هي القطعة المستقيمة دي. تعال نشوف معطياتنا، مديني هنا زاوية 90 درجة وهنا زاوية 90 درجة أخرى، الضلع ده 4 والضلع ده 4 والضلع ده 2. طبعا أكيد أطبق نظرية فيثاغورس على هذا المثلث عشان أجيب منه الضلع ألف جيم كله، لأن ألف هاء جزء منها. ألف جيم اللي هو الوتر يعني ألف جيم الكل تربيع هيساوي الجذر التربيعي لمربع الضلع الأول، 4 تربيع يعني 16 و2 تربيع يعني 4 يطلع جذر 20. عارفين طبعا جذر 20 أخذنا الجذور أخليها 4 ضرب 5 لأن الأربعة لها جذر والخمسة ملهاش جذر، يطلع الجواب 2 جذر 5. نخلي بالنا أنا جبت ألف جيم كاملا، ألف جيم كاملا 2 جذر 5. تعال عشان نجيب بقى ألف هاء، تعال نسمي مثلا ده طوله سين، يبقى إذا هاء جيم بس هاء جيم هتكون عبارة عن 2 جذر 5 ناقص إيه؟ ناقص السين. نشوف مع بعض، هنلاقي المثلث الأول ده ألف باء هاء والمثلث ده مثلثين متشابهين. تعال نكون علاقة التشابه، لو أنا قلت هنا ألف باء على الضلع المناظر له اللي هو جيم دال هيساوي ألف هاء اللي هو المطلوب على الضلع الثاني اللي هو هاء جيم. تعال نعوض بالأرقام، ألف باء اللي هو كام؟ ألف باء اللي هو 2 وجيم دال اللي هو 4، لما بسط 2 على 4 يدينا 1 على 2 يعني نصف. طيب ألف هاء احنا رمزنا لها بالرمز ايه؟ بالرمز سين، وهاء جيم اللي هي 2 جذر 5 ناقص سين، كل ده هيساوي 2 على 4 لما بسطناها طلعت بنصف، او الحاصل ضرب الطرفين يساوي حاصل ضرب الوسطين، يعني هنا 2 سين هيساوي 2 جذر 5 ناقص السين، أودي السين هنا مع 2 سين بإشارة مخالفة يعني يعطينا 3 سين يساوي 2 جذر 5. أقسم هنا على 3 عشان أجيب سين لحالها اللي هي ألف هاء، وأقسم هنا على 3، إذا قيمة السين اللي اسمها ألف هاء هتساوي 2 جذر 5 على 3. سؤال قوي وفي أفكار، وبكده أختار جيم. مع سؤال آخر هام بيقول هنا إذا كان هاء منتصف ألف باء، هاء هنا في المنتصف يعني القطعة دي قد القطعة دي، وميم مركز الدائرة، هذه ميم هنا في المركز، أوجد طول الوتر ألف باء. نخلي بالنا هو معطينا هنا نصف القطر كام؟ نصف القطر 10 والضلع ده طوله 6. طبعا هنا لازم أعمل خط مساعد كده أوصل من باء إلى ميم يعطينا نصف قطر، نصف القطر ده كام؟ 10، كلام صحيح، وهنا 6، 6 8 10 من مثلثات فيثاغورس المشهورة. طب فين الزاوية 90 عشان أطبق نظرية فيثاغورس؟ هنا قاعدة مهمة، إذا كان عندي هنا ميم هاء كانت واصلة من المركز وتنصف الوتر لابد تكون عمودية على هذا الوتر، يعني الزاوية هنا زاوية قائمة 90، وكده تطبيق نظرية فيثاغورس صحيحة، 6 8 10، إذا كان القطعة هذه 8 فهذه 8.
اذا طول الوتر الف باء 8 و 8 يعطينا 16 واختار د. نختم الحلقة بهذا السؤال السهل، بيقول هنا اوجد قيمة س في الشكل المقابل، معطينا هنا مثلثين وطالب مني قيمة س هذه. اكيد طبعا هبدأ في المثلث جهة اليسار، هنا 4 5 يبقى الضلع ده 3، طب ده 3 وده هنا علامة تطابق يبقى 3 قده، طبعا ده مثلث قائم الزاوية مطابقة الضلعين، لو ده 3 وده 3 يبقى الوتر 3 مضروب في جذر 2. قاعدة مهمة هندرسها في الحلقة الجاية ان شاء الله، في المثلث القائم الزاوية مطابقة الضلعين إذا هنا 3 وهنا 3 فهنا 3 مضروبة بجذر 2 وأختار جيم. نلتقي قريبا إن شاء الله مع الحلقة الخامسة من شرح مهارات هذا الكتاب الجديد. من هنا نبدأ القدرات المستوى المتقدم رقم 6. شكرا والسلام عليكم.